يا صباح الخير وسعادة لكل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. نرحب بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا عبد الصمد. صباح الخير عليك يا جوانا، وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة يوم السبت الموافق 31 ديسمبر. ولما بنقول 31 ديسمبر يعني النهاردة آخر يوم في 2022، آخر يوم هنودع فيه سنة خلصت بحلوها ومرها ومواقفها وأحداثها وكمان بإنجازاتها وإخفاقاتها. 365 يوم مروا على كل واحد فينا، مروا على حياة كل إنسان كان بيحاول اللي هو يكون الأفضل أو يكون الأحسن. 365 يوم عافر فيهم كل واحد للتفوق، عافر فيهم علشان يكون مختلف في حياته الشخصية أو المهنية، بحثاً عن الصدارة، بحثاً عن أنه يكون إنسان أفضل أو يقدر يعمل حاجة يكون مميز فيها. جمانة، صحيح يا أحمد، الحقيقة يمكن في يعني خلال السنة اللي فاتت في ناس قدرت أنها تحقق أحلامها، في ناس قدرت أنها تتغلب وتحل أزمتها، في ناس عرفت تعالج إخفاقاتها في 2022، وكان في ناس تانية كمان لسه مشاكلها ما خلصتش أو ما تحلتش. في ناس لسه عايشة في قلق، حزن أو خوف، خوف من بيت غير أدمي مبني بشوية طين ممكن يقع في أي لحظة، ورعب حد ممكن تكون حالته بسيطة ومسيطر على تفكير رب أسرة مش عارف يوفر مصدر ثابت لأسرته. أعتقد كان في حاجات كتير قوي ممكن تقلق بعض الناس السنة اللي احنا عدينا بيها دي. كنا بنشوف زمان يا جمعانة مشاهد كانت مؤلمة، كانت أعتقد موجعة لكثير من المواطنين المصريين، لكن الدولة ما سكتتش، الدولة اتحركت، الدولة قررت إن هي تمد إيديها وراحت لأهالينا في كل شبر موجود في الأرض واتحركت وراحت ليهم علشان خاطر تشوف الناس اللي كانت عايشة في أماكن متهالكة علشان تعمر علشان تخطط. الناس كانت عايشة في بيوت متهالكة لكن الدولة عمرت البيوت دي وأهلتها، وكمان يعني رب كل أسرة كان يعني ما كانش لاقي شغل، ما كانش لاقي ان هو يبحث عن وظيفة او يعيش عيشة كريمة، كان في مشروعات بتحصل نقدر من خلالها اللي احنا نغير شكل الحياة في الاماكن دي، وهو ده فعلا اللي عملته الدولة او عملته بشكل عام من خلال مشروعات حياة كريمة وغيرها من المشروعات، علشان يكون كل انسان امن، علشان يكون كل انسان يعني مطمئن في منزله. واعتقد هو ده كان قمة التغيير اللي حصل لأهالينا اللي موجودين او اللي شملهم برنامج او مبادرة حياة كريمة. يا جمال، صحيح يا احمد، الفكرة كلها انه يمكن المشاكل اللي احنا بنتكلم عليها دي الحقيقة بالنسبة لنا لما كنا بنبص عليها في وقت من الاوقات كنا بنقول كان الرد عليها انه ايه يعني ما كل بلد في الدنيا فيها عشوائيات وفيها صحيح. مناطق غير امنة وفيها وفيها وفيها، ده كان دايما الرد اللي بيتسمع. كنا متعامل مع المشكلة دي إنها مشكلة قائمة وموجودة في كل دول العالم، ما كناش متوقعين أو ما كناش حتى حاطين المشكلة دي في مصاف المشاكل اللي احنا عايزين نحلها، كنا متعامل معها إن هي حاجة موجودة واقع. بس الحقيقة لما الدولة اتعاملت مع المشكلة دي لقينا قد إيه هي فرقت، لقينا قد إيه هي بالفعل يمكن مشكلة كانت لازم تكون على رأس أولويات اهتماماتنا كلنا. مشكلة واحنا بنتكلم على مشكلة العشوائيات، واحنا بنتكلم على مشكلة المناطق غير الآمنة، واحنا بنتكلم على مشاكل القرى والمراكز والنجوع في المحافظات اللي كانت حتى مش موجود فيها أبسط الخدمات اللي لازم تكون موجودة في أي مكان مأهول ببني أدمين. المشاكل دي لما اتحلت شفنا قد إيه فرقت. على أي حال النهاردة إحنا مع حضراتكم في حلقة جديدة ومختلفة من صباح الخير يا مصر، حلقة استثنائية هنشوف مع بعض نماذج حية لكل كلمة قلناها لحضراتكم في هذه المقدمة. نماذج بتبدأ حياة جديدة بابتسامة كبيرة مرسومة على وشوشهم الطيبة، ابتسامة أمل، أمل في بكرة إنه هيكون أحسن، أمل إن ولادنا هيبقوا أحسن، أمل إن إحنا يعني عايشين عيشة آدمية يستحق كل مواطن مصري إنه يعيشها. مفيش حياة يا جمانة من غير أمل، مفيش حياة من غير حلم، لازم يكون عندنا حلم ولو حلم بسيط، حلم التغيير للأفضل، حياة جديدة
أو بداية جديدة هو عنوان حلقتنا النهاردة، اللي هنشوف فيه إزاي قدروا اللي هم يعني مجموعة من الناس تغير سلوكهم، تغير حياتهم، تغير نمط حياتهم بشكل عام، ويخلقوا لنفسهم فرصة جديدة، فرصة إن هم يكونوا مواطنين مصريين صالحين قادرين اللي هم يغيروا في المجتمع، ويقدروا اللي هم كمان يكونوا نماذج مؤثرة كتير مننا يعني ياخدهم قدوة ليهم، وتكونوا أو يكونوا بالنسبة لهم بداية للتغيير. هنشوف بداية جديدة، وهنشوف إزاي يعني كتير من المصريين قدروا اللي هم يغيروا حياتهم للأفضل في 2022. وعلشان كده برضو عاوزين حضراتكم تشاركونا سؤالنا النهاردة، إزاي ممكن نخلي من 2023 بداية جديدة ونقطة تحول للأفضل؟ شايف إيه عاوز تغيره؟ هو ده سؤالنا اللي موجود على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والإنستجرام، ومنتظرين إجاباتكم اللي هنستعرضها بطبيعة الحال على مدار الحلقة. و إيه اللي أنت عاوزة تغيري يا جمانة في 2023؟ إيه اللي أنا عايزة أغيره؟ بص، في كده كتاب لو تفتكر كان في 2006، مش فن اللامبالاة ولا؟ لا لا مش قوي كده، موجود. لا كان اسمه The Secret أو السر. الكتاب ده فضل يمكن على مدار سنين كتير متربع على عرش الكتب الأكثر مبيعاً، والترجم لأكثر من 44 لغة، وكان قصة كده. هو كان ببساطة بيتكلم عن فكرة قانون الجذب، أو الأفكار اللي احنا بنؤمن بيها إزاي بتجذب لنا يمكن واقع مشابه لهذه الأفكار. في ناس كتير قوي اتفقت واختلفت على هذا الكتاب، وناس شافت إن هو أي كلام، وناس شافت لا إنه واقع، يعني في خلاف على الكتاب ده. يمكن مثلا أوبرا وينفري طبعا معروفة العالمية والمذيعة الشهيرة، مثلا من أكثر الناس اللي بتؤمن بهذا الكتاب مثلا. ولكن خلينا نبسط الموضوع شوية للسادة المشاهدين. هو الكتاب بيتمحور حوالين نفس الفكرة اللي احنا دايما بنقولها، كل متوقع انقات أو تفائلوا بالخير تجدوه. هي نفس الفكرة، كل ما كانت أفكارنا إيجابية، وكل ما كانت أفكارنا مبهجة وسعيدة، ودايما شايفين إن اللي جاي أحسن، كل ما كان اللي هيجي خير بإذن الله. فأنا عايزة أبدأ السنة كده إن شاء الله يا أحمد بأفكار دايما بوزيتيف إيجابية. صح. حتى لو حصل حاجة ممكن تقلق أو تخوف أو تضايق، دايما هبقى متأكدة، عايزة دايما عارف أبقى بصر نص الكوباية المليان كده وسايباها على ربنا. أكيد هنقلق، أكيد هنتضايق، أكيد هنزعل، لكن في نفس الوقت دايما يبقى عندنا كده في دماغنا فكرة إنه أكيد خير، كل اللي جاي خير، وكل ربنا هيجيبه خير، ومش محتاجين نقلق. ما أعتقدش إن في حاجة ممكن تطمننا أكتر من كده. تفاءلوا بالخير تجدوه. بالظبط كده. فأنا إن شاء الله دي بداية السنة الجديدة معايا بإذن الله. يعني أنت إيه بقى بداية السنة الجديدة؟ والله أنا بداية السنة الجديدة بالنسبة لي نفسي أعمل أعمال خير أكتر. نفسي اللي أنا يكون عندي ولو فقرة صغنونة كده أقدر اللي أنا من خلالها أحل مشاكل الناس. مش برنامج بيحل قضايا وهموم، لأن أعتقد اللي إحنا القضايا اللي كان بيعاني منها كتير من المواطنين، اللي كان بيته متهالك، اللي كان ما عندوش صرف صحي، الكلام ده كله اعتقد بقى فيه تدخل حاسم من الدوله من خلال المبادره الرئاسيه حياه كريمه، وقدروا اللي هم يعملوا ده. لكن نفسي فعلا اللي احنا يبقى عندنا حاجه بنقدر اللي احنا بنشير الخير كلنا سوا مع بعض، كلنا بنحس نفسنا على عمل الخير، لان اعتقد ما فيش احلى من دعوه حلوه خارجه لك من القلب، اللي هو روح يا شيخ ربنا يبارك لك. فهو ده اللي الواحد نفسه يسمع الدعوة دي كل يوم من خلال وجودنا هنا كإعلاميين، اللي احنا نقدر نساعد كتير من البشر اللي موجودين حوالينا. ده اللي انا بتمنى. ربنا يبارك لك اول دعوة مني. ما تزعلش نفسك. طيب على اي حال عاوزين نعرف ايه البداية الجديدة، ايه اللي انتوا عاوزين تبقوا حياتكم بيه افضل يعني في بداية عام 2023؟ وهو ده سؤالنا اللي هنبتدي يعني نتفاعل مع حضراتكم فيه، وناخد ردود افعالكم عليها ونستعرضها طوال الحلقة. صباح الخير على حضراتكم. صباح الخير.